Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. على هذه الأرضية التي لا شك أنها ستثير نقاشا إيجابيا. طبعا قبل أن أعطي النقاش فقط بعض المفاتيح التي قد تساعد على توجيه هذا النقاش. أبدأها يعني تحدثت قبل قليل قبل البدء أستاذ حسني عن بعض الأمور التي تجمع وتخالف ما بين الوزاني وبين علان الفاسي. من بين الامور كذلك التي تجمع بين علان الفاسي وبين محمود بن الحسن الوزاني مساله الضياع. كل منهما ضاع، وغالبا ما نقول نحن ان الوزاني هو الذي ضاع، ولكن منطقيا الرجلين جوج ضاع. بالنسبه لهذا الضياع هذه عبد الله بن نون الذي كان ممثلا لحزب الاستقلال في طنجه له قوله مشهوره لما سئل عن الوزاني فقال: لقد ضيعه قومه كما ضيع الليث قومه. يعني ان الرجل كان ضروريا للحركه وان الحركه ادت الثمن. ضيعه دعه ورجعت الحركه. نفس الامر ونحن في اطار الضياع، عبد الله العلوي يتاسف كون علان الفاسي مات مجرد زعيم حزب سياسي. بالنسبة للعربي علان الفاسي أكبر من ذلك. لو اهتم بالفكر وحده، يعني بالنسبة له لو اهتم علان الفاسي بالفكر وحده، بالنسبة للعربي سيكون في مستوى المودودي وأكبر من المودودي، ولكن السياسة شغلته عن الفكر، وبالتالي هو كذلك ضاع في هذا الإطار. بالنسبة للوزاني والفاسي، كل منهما كان يعرف قوته قوة خصمه وكان يعرف ضعفه هو، لذلك كل منهما حاول مرارا أن يلعب في ملعب الآخر. إذا قرأنا مذكرات الوزاني سنجده في مجموعة من الصفحات يتحدث عن السلفية وعن الدين، وكأنه يقول لعلان الفاسي: لست وحدك التي تعرف في هذا الباب حتى أنا أعرف. لما نقرا النقد الذاتي ونقرا بعض الكتابات التي اعتمدها الاستاذ في هذا الكتاب، نجد ان علان الفاسي يتلبرل اذا صح هذا التعبير، وكانه يقول للوزاني: حتى انا افهم في الليبراليه. مدخل علان الفاسي للليبراليه هو الفكر المقاصدي، والفكر المقاصدي الذي تحدث عنه الاستاذ. فنجد ان علان الفاسي يحاول ان يعقم الشريعه مع روح العصر، مع ان في المنطق العام الذي نعرف ان روح العصر هي الوزاني سياسيا، بينما ان علان الفاسي يمثل التقليد. لكن المدخل الذي دخل به علان الفاسي لروح العصر هو المقاصد، وبالتالي يتحدث عن روح العصر، يتحدث عن العقل، مع اننا نعرف ان الثقافه الفقهيه هي ثقافه نقل، يتحدث عن الامه، عن السياده، عن السلطه، وعن حقوق الانسان، مع اننا نعرف ان حقوق الانسان والثوره الفرنسيه وهذه الثقافه ديال الوزاني وديال المجموعه المثقفه ثقافه فرنسيه، ويتحدث عن الحريه. وهنا الاشكال الكبير، لان في المنطق الاسلامي ليست مساله حريه، مساله عداله. في الاسلام العدالة مقدمة عن الحرية، ونعرف أن العدالة تتناقض مع الحرية كما أن الحرية تتناقض مع العدالة. إذا كيف يمكن لفقيه يعني أن الفقه يقدم العدالة يتحدث عن الحرية؟ ولكن وجدنا في نهاية المطاف كما استخلص الأستاذ كيف حنط هذه الحرية، كيف سيجها، ما بقاش حرية ليبرالية. لأن في الوقت اللي كيقول لك أنا ما ديرش ذاك الشيء اللي بغيتي، لا خصك دير ذاك الشيء اللي كينسجم مع كذا ومع كذا، إذا كاين شويه ديال السير، يعني ولو تحاول كيبقى هذا المساله هذه. طبعا بعض النقاط كذلك التي يمكن ان تؤثر النقاش، يعني المنع ديال اليوردين اشاعه يعني مساله حقوق الانسان في اوساط المجتمع المغربي، هي داخله في الوصايه ديال الحمد. احنا قصر مازال ما غنفهموش حقوق الانسان، بالنسبه ليه مازال علينا الحال. ثم من يتتبع الحمايه رغم انها حمايه غربيه فرنسيه راها تشبثت بالتقليد، راه اليوتيوب والمقيمين العام الاخرين هما اللي منعوا البنت باش ما تقراش، هما اللي حرموا بزاف ديال الاشياء وتشبثوا بالتقليد. يعني الفرنسيين
راه كانوا تقنيه اكثر من المغاربه، بانهم زيروا المغاربه باش ما يتحرروش. مجموعه ديال المواطن حتى في الدراسه، بالنسبه لهم خصك تدرس مهن اللي عندها علاقه بالمجتمع. باك فلاح قرا الفلاحه باش تجي تطور الامور ديال باك، باك حريفي سير قرا الحرف باش تجي تطور الحرفه ديال باك. اما ملي كتقول تبغي تدير هذه المعرفه ولا هذه، لكن قلت لا ما عندك ما دير بها، كيبان لنا راهو كانوا تقليديا اكثر من القياس. الوطنيه كيتحدث الاستاذ في العشرينيات، من العشرينيات حتى الثلاثينيات، هذيك وطنيه معينه، وطنيه الاعيان، هي وطنيه ولكن بدون حركه. مع الثلاثينات عاد ولينا عندنا وطنيه حركيه بلغه اخرى من وطنيه الاعيان الى وطنيه الشبان. الشبان هما اللي حركوا الحركه الوطنيه في الثلاثينيات. اما طبعا في الثلاثينيات هاد المساله هاد النقطه اخرى اللي غادي نمشيها هي مساله التصوف. ان الوطنيه تحكم فيها التصوف، لا ربما هما فهموا الوطنيه كتصوف. لان مثلا ما نقرا بعض كتابات بعض الوطنيين يقول لك ان الوطن ان وطنيتنا هي وطنيه صوفيه تؤمن بالتضحيه ولا تنتظر مقابلا. اذا الصوفيه هنا دخلوها في التضحيه، اغني مستعد من اجل نموت من اجل الوطن ما كنتظر والو، نموت فداء الوطن ما كنتظر والو. هذا هو الجانب الصوفي. اما الجوانب الاخرى طبعا فهما راه كان عندهم موقف من طرقيه اساسا واحد الشكل كبير، ولكن في جانب التضحيه كانوا متصوفه، يعني كمن يزهد في الدنيا من اجل هذا الوطن. على الناس لا يذكروا مصادره طبعا ما كيذكرهاش. اولا لان الكتابات القديمه هي هذيك، كان كتبوا بلا من كان ياخذوا من هنا ومن هنا وكان الفوا من معنى جماعه والف، ما كانش هذه المساله اللي هي الطريقه العصريه ديال الاحالات والبيبليوغرافيا وهذا الشيء كله ما كانش. هذا واحد. ثم كاينه امور اخرى اللي ما يمكنش يحيل عليها. الناس كانوا خاصمين مع عبد الحليم الثاني، وانا صعب تحيل عليه. كانوا خاصمين مع الحجوي، صعب تحيل عليه، كان مقارنه ما كتحيلش يعني. لان الا درتي لي حاله عليه اللي قلتي راه قال الحجوي ولا قال عبد الحليم الثاني غادي ينوضوا لك الاخرين. واش هذوك حنا خاصمين معاهم وانت كتعتمد؟ اذا هنا كتاخذ منهم. ومن يقرا على الفاسي يجد فيه الكثير من الحجوي. الحجوي حاضر بقوه، يعني اذا بغينا نهضروا على الناس اللي مقاصديين بقوه واللي لبرانو فعلا الشريعه، فالحجوي رقم واحد، الحجوي رقم واحد. اذا هذه مجموعه ديال المفاتيح اللي يمكن مولد تساعد على النقاش وكنفتحوا النقاش في الدقيقه. نعم سوقك بدا سوقك ريت كل قيم الإنسان والوطن النبيلة التي ناضل من أجلها الزعيم علي الفاسي والزعيم محمد حسن السلام. بداية قبل ما تفوتني هذه النقطة أريد أن أرد على سي عبد الرفيع الجمهوري شاعرنا الذي قال ما قال على الفاسي رحمه الله في بداية الأربعينات في المنفى في الكابون. نظم قصيدة تحت عنوان إني رأيت الله منطلقا. بداية أشكر الأستاذ الكريم على عرضه القيم، أشكر مؤسسات مركز محمد حسن المساني في شخصية الأستاذ سيد محمد فادي على هذه البادرة الطيبة، هذه البادرة الرائدة. نحن في زمن في فترة يعيش فيها الفكر الوطني أزمة أسس، أزمة الهوية، أزمة ارتباط السياسة بالأخلاق، أزمة شروط ثقافية للفعل السياسي. هذا يجب فعلا أن نعود إلى مرحلة تأسيس الأسس، يجب أن نعود إلى هؤلاء المؤسسين، الزعيم محمد حسن الوزاني، الزعيم علا الفاسي، من أجل أن نسائل أنفسنا ونسائل ذواتنا. علا الفاسي رحمه الله أفكاره في كثير من مواقعه يا أرض بكر ما زالت لم تكتشف. أستاذ تكلم على المصادر على الفاسي، أنا أعتبر أن مرجعيات على الفاسي، علاقة على الفاسي بمرجعياته، مرجعياته الفكرية، لم يبحث عن الباحث،
لما نبحث في علاقة على الفلاسفة بفلاسفة التاريخ وعلى تأثر بالتاريخانية الألمانية على فتعلو تاريخانية مقابل تاريخانية تأثر بالتاريخ الألمانية بالديلتاي بماكس فيبر وتأثر أكثر ما تأثر بأدم توين. هنا أستاذ تكلم عن الأقلية الموجودة الأقلية الموجودة مفهوم استقاع للفاسي من نظرية التحدي والاستجابة لأدم توين وقد طرح هذه النظرية لأدم توين إن كان على الفاسي من أستاذين كالأستاذان الأساسي بنو خلدون وأدم توين. أدم توين وقف في مؤتمر 1962 أمام جماهير حزب الاستقلال وقرأ صفحتين من كتاب بحث في التاريخ الأرنطولوجي ليعرض نظرية التحدي والاستجابة التي قرأ من خلالها تاريخ الحركة الوطنية. هو يعتبر أن الحركة الوطنية هي استجابة للتحدي الحضاري الغربي، استجابة حضارية للتحدي الحضاري الغربي. كان الأرنطولوجي يقول ديما ما يقول أن الاستجابة الحضارية حتى تكون ناجحة ينبغي أن تكون الأقلية المبدعة مؤثرة في الجماهير، ينبغي أن تكون قدوة لهذه الجماهير. والذي يقود الجماهير هو الأقلية المبدعة بالصفة نسمع لهذا الصوت. وكرر هذه الأقلية المبدعة في كتابنا في التاتيف في عقيدة وجهاد في النهج الاستقلالية إلى آخره. أين الفاز رحمه الله؟ تفاعل مع مصادر عديدة من التمن المحدثة والتي كان نص ليسير المغربية هو تمرد هذا التفاعل مع الفيلسوف مارتن إلى آخره. تفاعل مع الديمقراطية المسيحية. الديمقراطية أعتبر أن التعادلية هي فيها تفاعل كبير مع نظرية جمال الدين الأفغاني في الشراكة الإسلامية ومع نظريات الديمقراطية المسيحية إلى آخره. إذا هذا مجال لم يبحث فيه الباحث. أنا أعود إلى التقليد لا الفاسي التقليدي ولا الفاسي الحداتي. حقا هناك نظريات في هذا المجال. هناك نظريه تقول بان هناك علالان، علال الشاب الذي كتب النقد الذاتي وهو حداثي الى حد ما، وعلال في استناد دفاع عن الشريعه مقاصد الشريعه وكتاباته في الشريعه الى اخره، والذي عاد الى التقليد. رجعنا على الاعذار ويقول أن الفاسي الذي استشهد بفولتير وروسو وفلسفة الأنوار كيف ينتهي وهو يحاضر في إيران عن طوسي عن سيبوي إلى آخره. أنا أن أنه ينبغي أن نميز بين الكتابات الفكرية والفلسفية والسوسيولوجية الاجتماعية لأن الفاسي وبين كتاباته الفكرية. الفاسي كتب في كتاباته الفكرية دفاع الشريعة، مقاصد الشريعة، تاريخ الشريعة الإسلامي إلى آخره، حوالي 5 أو 6 كتب، وهي قليلة مقارنة مع كتاباته الأخرى، كتاباته التنظيمية الأخرى. كتبها بمنطقي الفقيه وكل الفقيه المجدد. الكتاب الوحيد الذي يخرج عن النسق في النظر الفرعي هو كتاب دفاع الشريعة. يعني لا الفاسي في كتاب النقد ماذا يقول بالنسبة للتشريع؟ يقول ينبغي أن يكون التشريع ينبغي أن تكون مصادر له 3 مصادر. الشريعة الإسلامية، الأعراف، والقانون الوضعي الحديث. لاحظوا معي قانون الوضعي الحديث في دفاع الشريعة حقيقة يقول بأسبقية الشريعة الإسلامية، ولكن أعتبر أن هذا الكتاب كتاب جدلي، كتاب جدالي. أما النسق الفكري العلال فاسي فقد وضعه في كتاب النسق في كتاب النقد الذاتي ولم يتراجع عنه، لأن الكتابات التي كتبها في أخريات حياته وفي مسار حياته كلها تؤكد تلك الأفكار. كتاب الإيديولوجيا بالعالم العربي، كان الإيديولوجيا العربية طرح 3 إيديولوجيات، طرح الاشتراكية الليبراليها أملها، طرح الاشتراكية وضعية الاشتراكية، طرح النظريات الإسلامية، وطرح التعادلية باعتبارها ليست نظرية إسلامية، ليست لا تنتمي إلى هذا المنظور لهذا المجال، بل هي توفيق بين الإنسية المغربية، الإنسية الإسلامية، مفهوم الفلسفة بين الغرب والإسلام. كتاب لم ينشر ولكن لم ينشر في حياتي، بحث قصير. هل الإسلام في حاجة إلى فلسفة؟ كل هذه البحوث تؤكد التوجه الحداثي الإسلامي. يعني الفلسفة كتاب النقدتي، كتاب النقدتي أنا أعتبره أول كتاب فلسفي في الثقافة المغربية. علال الفاسي يعتبره علال الفاسي أنه امتداد للخلدونية. ويجب أن نتذكر أن علال الفاسي محقق مقدمة ابن خلدون. نشر في الثلاثينات هذه النسخة التي عرضها الاستعمار، اعتبرها أنها خاطر على الاستعمار مقدمة ابن خلدون، وهربت إلى المشرق ونشرت المشرق، واعتبر أحد الأمين أفضل من نسخة بولاق، اعتبرها النسخة المغربية التي حققها علال الفاسي حقها
صغار في الثلاثينات. على الفاسي عندما نتكلم عن التقليد ونخرج القوي يجب أن لا ننسى مسألة أن على الفاسي كان يعتبر فقهاء تقليديين ويعتبر شيوخ السوايا سماهم في منهج الاستقلالية سماهم ثمار الشجرة الملعونة، وأنه حرم من العالمية من طرف الاستعمار ومن طرف أيضا الفقهاء التقليديين حرم منها. وأن على الفاسي 10 سنوات انتقل أفريقيا ربما هذه مسألة السنة الأولى ومذكراته تؤرخ ذلك، مؤرخات مذكرات الفاسي عانى معاناة من أجل تعلم اللغة الفرنسية، عزل عنه الاستعمار، عزل عنه الصحف، وعزل عنه وكان على النفارات والكتابات والأفكار السوسيولوجية التي يعتبر كتاب سوسيولوجي كتاب النفارات. لا تدخلوا هذا الكتاب سأعود له الكتاب الذي نجد فيه حوارا عميقا مع الكتاب. أنا أعتقد أول كتاب في المغرب يطرح تشكيل الحديث. الإشكالية الأساسية في كتاب النقد الذاتي هي إشكال الإمكان التاريخ، كيف يكون التاريخ ممكن، كيف ننتقل إلى الحداثة مع دون التفريط في ثوابتنا ثوابت الحضارة الإسلامية. هذا هو الإشكال عند الفاسي. يعتبر الوطنية تقوم على ثلاثة أسس. على الفاسي رحمه الله كان يعتبر الوطنية تقوم على ثلاثة أسس. كان يعتبر في هذا الكتاب أن الوطنية تقوم على ثلاثة أسس، تقوم على الأرض، تقوم على ما اسمه النموذج النفسي وسيطوله ويسميه سيد ربيع النموذج النفسي، وتقوم على العصر مكون أساسي من مكونات الوطنية المغربية، ومن ثم في فصل المعاصرة العصرية ربما هو أول ترجم هذه الحالة ترجم النموذج النفسي العصرية الفلسفة كان يترجم. أنا أعتقد أن العقلية لم يطرحها باحث سوسيولوجي قبل على الفاسي في أساس الأكسيوسوبي العقلي، والعقلية تتكرر نقد العقلية، النقد الذاتي هو نقد للعقلية التقليدية. فكيف نقول عن هذا الرجل التقليدي؟ النقد الذاتي هو نقد للعوائق التي تحول دون قيام عقلية إصلاحية، عقلية حديثة، العوائق الإبستمولوجية المعرفية بادي الرأي، وكما يقول برسل كثير الجزئية إلى آخره، هو نقد للعوائق الأكسيولوجية القيمية التي تحول وهي قيم تقليدية التي تحول دون عقلية. شكرا. دون إطالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر المركز ديال محمد حسن الوزاني على هذا الانتظام ديال الندوات في هذا المركز، وفي وقتين توجد فيه الثقافة المجندة خارج هذا المركز، خارج كثير من المراكز مثل مركز محمد حسن الوزاني. كنشكر اولا الاخ الدكتور الاستاذ محمد معروف الوطني، وكذلك الاستاذ علي الحسني اللي فعلا حقيقه عرض كان قيما ولكن عرضا في كتابه الاخلاق والسياسه، وكما قال في تمهيد لهذا الكتاب في قراءة كتاب أسس السياسة علي حسين قال بأنه هذا جانب من جوانب فعلا الملاحظة الأولى هي لا يمكن أن ننظر نظرة أحادية لهذا الفاسي، هذا الفاسي لا يمكن أن ننظر إليه كمفكر فقط، هذا الفاسي له يجب أن ننظر إليه بنظرة شمولية فكرة شمولية. لا يمكن أن نجزي على الفاسي مفكراً وأديباً وشاعراً وسياسياً وسياسياً ميدانياً إلى آخره. إذن على الفاسي هو على الفاسي الشامل، وأي نظرة تجزئية هو أننا إما نقلل من أهميته أو أننا نشوهه.
ما قابلني عند الفصل إلى هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تتعلق بالاسم. اسم محمد الفاسي الفهري الأندلسي. الفهري الأندلسي محمد هو اسم الأب ديالو، ولكن المشارقة مثلا ملي مشيت للشرق قالوا لي أنت اسمك كاين مصطفى بن العون، قال لا باك كاين مصطفى بن أحمد، لا قالوا لي مصطفى أحمد. إذا هذاك الاسم ديال الأب ديالو إذا محمد علان الفاسي الفهري الأندلسي. ولذلك الأب ديالو اسمه محمد. بغيت نناقش الفكرة ديال أن علان الفاسي كان مالكيا أشعريا، ولكنه كان كذلك أخذ من ظاهرية ابن حزم، كان ظاهريا وخاصة فيما يسميه بالوصية الواجبة التي أخذها ابن حزم. إذن علان الفاسي كذلك يمكن أن ننظر إليه من الفقيه الذي يأخذ بجميع المذاهب من أشعرية إلى مالكية إلى حنفية إلى ظاهرية إلى آخره. هذا هو علان الفاسي كذلك. كان حنبلي بزاف. حنبلي. أستاذ مشى وقال فعلا عندما علان الفاسي قال بحقوق الإنسان، البيان بحقوق الإنسان، علان الفاسي كان يؤمن بالكونية ولكنه لا يفرط في الخصوصية الوطنية. وهنا يتبنى علان الفاسي العقل، وخاصة عندما قرأ علان الفاسي كتاب الرأسمال لماركس كارل ماركس. أعجبه الكتاب وقال لا ينقص هذا الكتاب، لا ينقص كارل ماركس إلى الإسلام. شكرا. تحية للإخوان وشكرا للمركز وشكرا للأستاذ المحاضر. ذكرنا وتعالج لدينا فكرة علان الفاسي. فقط أريد أن أقول كلمة حول المحاضرة. أنا أظن بأن علان الفاسي وشباب العشرينيات، أي ما تسميه بالطليعة السياسية الوطنية، كانوا تحت صدمات خطيرة. سأوجدها في اثنتين. أولا الهزيمة منذ 1842 أمام الغرب، والثانية هي ضياع الأرض. الأرض يعني أن المغاربة أو جهة المغاربة، يعني المغاربة المنازلة الواسعة، أنهم تحت احتلال أجنبي. أنا أظن هذا هو الإشكال الأول. ثم الإشكال الآخر صدمة الغرب. فإن كل تفكير حقيقي ومعقول ينبغي أن يتأمل لا السياسي ولا الأخلاقي ولا غيره. وتتبع فكرة علان الفاسي ولا فكرة محمد بن حسن الجزاني ولا غيره، كل محاولة خروج أو جواب عن سؤال لماذا تأخرنا نحن وتقدموهم، والخروج من أزمة الاحتلال. كيف يجاوب عن ذلك؟ أنا كان أظن أحسن أن نقارن فكرة علان الفاسي بفكرة الثورة الفرنسية وفكرة الثورة الأمريكية لم أسسها الجمهورية. هؤلاء هم السياسيون الذين كان يمتح منهم السياسيون أو الكتابات التي تشبه بها ابن حسن الجزاني وتشبه بها علان الفاسي وتشبه بها الحجوي وتشبه بها كل الطليعة المغربية. وبالمناسبة بين قوسين افتح قوس، ما كان يمتح من الكتب والمجلات المشرقية ومن أمريكا المجرة راه لا كان لا يتصور. هي توزيع الكتاب ديال شفيق أرسلان أو
حتى كانوا يقرأون حتى شيل حتى فرح أنطون اللي هم كانوا يساريين. فإذن لكي يجيب عن هذا السؤال أنا أظن سأقولها بصراحة أن الفاسي كان يبحث عن طريق كيف يمكن أن يدخل إلى الحداثة دون أن يتصادم معها، ماشي التقليديين وإنما الوسطيين، لأن المشكلة كان حار. ثم أنه عنده نموذج جمال الدين الأفغاني وعنده أمثلة أخرى اللي هي متقدمة جدا في الطرح حتى التفسير الديني التقدم. بقيت هناك بعد إذن حتى لا أطيب وحتى لا يقول لي طيب أنا عرفت على الفلاسي من ناحية أنا تقريبا سنة وأنا أجلس بلا دروسي، وشيء واحد أقول لو أننا نقتدي به كان إذا كان الدرس يبدأ مع العاشرة أو يدخل مع العاشرة ويركز في الدرس ولا يتحرك، هذه كنت أتعجب منها، ويركز في الدرس من الأول إلى الآخر حتى صار 12 ولا كان 12 في أساتذة الزمان ليس كلنا. النقطة الثانية التي أقول عنها في لمستها عن طرف هي أشار لها أحد الأخوة قمر اللون، هي حريته. هو المشكلة هو المسألة كيف يحل المشكلة دون أن يصدم أحدا، ويمكن أن يذهب معك بعيدا. يعني تلك الحدود ذاك التزمت أو ذاك التعصب كان في اللحظات الحاسمة كان غير وارد، بل كان يدهش الناس. نقطتين أتمنى أن أنبه إليهما. بالنسبة لجان بول سارتر كتب كتاب الفلسفة هو لاتر إلى المليون مفهوم الفلسفة، وكتب أطروحة صغيرة عندما ذهب إلى ألمانيا، كتاب محرك كثيرا ولكنه عميق بما فيه، وكتاب آخر رشاش ديالكتيك. إذن لكن الالتزام والحرية بالمعنى الطبيعي طرحت نفسها عليه وسيرها بواسطة الأدب. النقطة الثانية أن الحلف الثاني كان حافظا محدثا عالما بالحديث وحافظا، كان مدهش في حفظه وفي روايته الحديث، أما عالما فأتحفظ. وشكرا لكم. شكرا مركز محمد حسن الزاهي للأستاذين على العرض، ولو أنني ما سمعتش من الأول، ولكن أنا بالنسبة لي بترجع للكتاب ديال علاء الفاسي الأخلاق والسياسة، وسنتسائل ما موقف علاء الفاسي من الأخلاق والسياسة، هل للسياسة أخلاق؟ أم كما تقول الفلاسفة القدامى أن السياسة لها تأخلاق ما عندهاش خلق وما عندهاش واحد المحددات خلقية، يعني السياسة بعيدة عن الأخلاق من خلال الكتاب دياله ومن خلال المواقف دياله. والسؤال كذلك أن تقول أن علاء الفاسي كان واحد الفترة بالشباب دياله معاصر وبعد ذلك اتجه إلى اتجاه تقليدي محافظ سواء في الكتابات دياله أو رجوع إلى مقاصد الشريعة إلى غير ذلك. تقالت. بغيت نفهم الصدمة اللي خلت هذا الرجل بهذه القيمة يرجع من العصرانة لواحد ما هو تقليدي. وصل أن هناك كان عدة رجالات في ذلك الوقت منهم محمد حسن الوزاري، وكان هناك اصطدامات هناك عدة أشياء بيناتهم. يعني شنو هي الصدمة اللي خلاته؟ لأن من غير ممكن أن شخص يكون اتجه واحد الاتجاه ويمشي لاتجاه مخالف له مئة درجة. وشكرا على العلم. بالنسبة في نشر
دراسة التصوير السياسية اللغة الفرنسية شي اللي تتبقى بالليل وتغني الفرنسية دونك سي عزيزي بغيت نعرف باقي ما قريتش الكتاب بطبيعة الحال ولكن بغيت نعرف إلى أي حد لأنه بعد كنت ملي قريت الإيميل أو العنوان كان في الضيف ديالي أن ما يكون الكتاب كيتطرق للفكر الفكر السياسي الفتيح حول الأحزاب السياسية باعتبار أنه كان رجل مفكر وكان في الأكسيون بوليتيك دونك السؤال ديالي دونك واش الفكر السياسي ديال الفتيح كاين تصور للعمل الحزبي وخاصة كنشوفوا التشتت ديال المشهد الحزبي اليوم إلى أي حد ممكن إعادة قراءة المشهد الحزبي المغربي ضوء الفكر السياسي ديال الأحزاب شكرا للاستاذ غير الاستاذ طرق على ان فعل الفاسي هو مع مساواه بين الرجل والمراه واش نسبق لي الشعر المساواه بالارث وشكرا من مركز محمد حسن الحسني وعندنا شكر موصول للاستاذين السيد معروف الدفالي والاستاذ علي حسني بدايه الاستاذ اشار في بدايه كلمتي أنه سيركز على علة المفكر وليس السياسي وأشار أنه ممكن الحديث عن علة الفاسي في السياسي في جلسة علمية أخرى أجد نفسي أستعجل الأمر وأقول من الصعب الفصل بين المفكر والسياسي وإذا كان علة قد تحدث عن الحرية ودافع عن الحرية لماذا لم يجسدها في سلوكه السياسي وشكرا اللي تم على الفاسي في المحاضرة في شيء يوتي جوسو كان الأسئلة والتدخلات اللي كانت كلها مشروعة كلها كتدل على أن المحاضرة مش خارجية مش خارج التاريخ أنا ما كنت أتخوف منه لأنك شيء أشتغل في التنطيقة هو أنه ما كانش اهتمام بالموضوع إن السيد مات في 24 وهو يناضل من أجل استرجاع الصحراء المغربية مخالص كنتو ستقل لا كل شيء إذا تسبكت با سوان ريجي وأعمار بيد الله فالاهتمام الشيء كما قلت يجري جزء الأسئلة الأخلاق والسياسة ما العلاقة فيها هي الأخلاق الأخلاق طبيعة الحال فيها مستوية هي الأخلاق اللي كنعرفو والعلاقات من الناس والأحلام والصعاب والعلاقات الإنسانية كاين مستوى آخر سميتو ليتيك كاين لا مورال كاين ليتيك الإيتيك هو قيمة الإنسان فكر مع حضارة ثم بحال مثلا قضية إيش تسميوها هذا استنساخ البشر استنساخ النهجة اللي كانت دورتي ونط فيها قائمة في أوروبا على مستوى الإيتيك هاي الإنسان الذي كرمه الله من كل الديانات الثلاث توحيدية الثلاث المسيحية واليهودية والإسلام ولا كرامة الإنسان هل يمكن للإنسان أن يصنع في الأنابيب وفي المعامل وأن يكون هناك استنساخ لأينشتاين ولابن خلدون يا أخي هذه الأحلام على الفاسي تيقول لك السياسة هي أخلاق سياسة بطبعها أنني ألتزم بقضية تهم المجتمع تهم المجتمع قضية ما فيها شيء محمدي أهيب حياتي أهيب حياتي وكل ما لدي القضية بحل تحرير الوطن كانوا تيقلوا أنهم يتأكلوا نفع
محمد الحسن الوزاني ديال الزهر زرت ديك الساعه قريه مهجوره كنا فيها علم الفاسيل قريه من فيها والدي فيها قال لك غير موز فاشعار في كل هذا بعيدا من فكان تيشوف الموز وكان بالشعر ديالو كينضم كيدير مذكرات بالنسبه ليه مذكرات على الفلسفه والفا كاين في الاشعار ديالو كنا تيكتب وثم النظم كانت طريقه بيداغوجيه لابن ابن عشير وهادو تينظموا بحال هاد المحاضره عوضه شي حاجه كتنظمها تتنظمها باش يمكن يستقبلها عقل طار اذا الاخلاق تيقول ان الفاسد بالضبط الاخلاق هي السياسه ملي كتوهم نفسك للجماعه اخلاق ماشي كاين هذاك المستوى ما كيتنفاش ديال ان السياسه واش فيها تشفاط واش فيها النفع المادي واش كذا الى اخره السياسه هي انبل شيء يقوم به بريكليس كان هو اللي خلق الديمقراطيه باتينا خلال القرن الخامس والرابع قبل الميلاد كان يعكس الاخلاق رغم ان سلوكات اخرى دارها ماشي اخلاقيه تنتقد الناس تنتقد بعض السلوكات اللي كان ابن غير شرعي وكانت المواطنه سيتويان في الابارتاير كانت محصوره في الناس اللي عنده باهم مؤتمنين وهو عنده سميتو من خليلته التي ليست بأتينيه ومع ذلك الطبقه السياسيه متمتشره مات بيريكلاس مرض فوسعت القانون ودخلت ابن بيريكلاس تسميه قرن بيريكلاس الخامس والرابع تسميه المؤرخين ديال اثينا قرن بيريكلاس سؤالك وجيه جدا لان فين هي الاخلاق عكس السياسه السياسه في كونها اخلاق الا ما كانش ليتيك ليتيك شو هو تكريم الانسان هو الاستخلاف هو دابا غير عنده مشروع حضاري وكيجيب الدين يشرعوا بالدين والحريه مطلقه الله سبحانه وتعالى ليس اسمته العروي ادرك ولكن العروي يهين على الفاس والفاس عنده واحد الاسلوب يسحر لان لا مانيبيلاسيون بالنسبه للسيسيين الى ما تيعرفش لا مانيبيلاسيون مع معدومة هذا مش اخر من السياسه السياسه هي الفعل النبيل وهي السيئه هو تدبير الشأن العام ما فيش سميتو ندير النص ولا ندير الرباط محافظة على الفاسي أنا ما قلتش على الفاسي لا محافظ ولا العكس ديال محافظ تقدمي عاداتي لا كونسيرفاتور ليبرال من ليبرال اللي ليبرال جاي من على الاستاذ لا تتناقض المحافظه مع الحداثه فيها المحافظون فيها تقدميه شكرا الفاسي محافظ داخل الحداثه وكان يقول بحداثه اسلاميه ماشي الحداثه الغربيه الاسلاميه لا تسخين غير انا حاولت ما يمكن باش نخرج بأحكام قيمة في الفكر ما يمكنش إذا دخلتي في أحكام القيمة ما تجيش بحث كاين فرق ما بين تفكير الزنقة تفكير العامة الذي يصدر الأحكام خاسر هذا مزيان وفي البحث العلمي تنخليو المسائل في الشك أنا لم أكتب لا كتابي ولا المحاضرة يمكن هذا هو نيتي ربما اتمنى ان لا اكون اخطات انني مجدت على الفاسي ولا قدمته في صوره على انه هو ما عرفش مفكر ومفكر ولي
الإنسان حتى أنا تكون محافظ وحتى أنت تكون محافظة تخدم لا معنى الكتابات لا كتابات كتاب الشباب ديالو لا هذه ماشي كشخص لذا المحافظة لا الكتابات ديالو الإنسان توري ملي واعر في 33 تيجاب سميتو العلماء الكبار التاليف والتعدد الزوجات لا هذا هذا بالملموس اذا الاسئله اللي كتطرح فيها وجه ديال الملموس بعدا نرجع له وجه ديال الملموس وجه اللي نقدر نقول كل شيء الا ما كاينش شي مسؤول اخر ولكن النهار اللي نتكلم على النظام وعلى الاشخاص وكذا راه غادي يعتقد سواء في الدول العربيه كلها فهمتي ف سمحت يا استاذ هذه القضيه ديال التراجع ماشي بوحدو اللي تراجع جميع رموز الحركه الوطنيه تراجعوا في نهايه حياتهم الى عكس فكرهم بسبب الاحباطات التي اصيبوا بها يعني ما يسمى العربي بازمه المثقفين العرب كلهم سقط في الازمه لان في مرحله ما ننساوش واحد المساله مرحله معينه من هو هلال الفاسي من هو محمد بن الحسن الوهزالي في نهايه حياتهم راه تقريبا الشباب كل اصبح يساري وينتقد هؤلاء شر انتقاد قال هذه المساله الاولى ثم حتى مع الاحلام التي حلموا بها في الحمايه ما تحقق منها والو هذا لا يصيب الا بالاحباط والاحباط يجعلك تتراجع فكريا الى الوراء الوهزالي في نهايه حياته سلفي ماشي ليبرالي ماشي ليبرالي علّى الفاسد في نهاية حياته فقيه ماشي سياسي إذا الأزمات هي اللي كتعطي هذا المسألة ربما في حياتنا الخاصة كنعرف طبعا صدمة يعني واحد صدمة والصدمات ماشي صدمة صدمات متتالية وكفر قاعد حتى طبعا كاين اللي قالها كاين اللي قال لك كل صحاب هادشي كامل ديال الوطنية عاش واحد وكاين في المقاومين اللي قال لك كل صحاب بأن هذا هو الاستقلال كامل ديال المقاومة يعني الأزمات المتتالية كتخلي الناس يتراجعوا شكرا لا هذه لحظات هذه لحظات تعيشها كل إنسان لحظات ما كاين اللي يمكن لك شيء تحكم على واحد الإنسان تتحكم على لا دوغي شي حاجة كي دور دون لوطو لا تقول في الزمان سميتو السؤال ديال علاش كاين مشكل ديال مفهوم السياسة مفهوم السياسة تيفهمو الناس السياسة هي لاكسيون لاكسيون ما سا دور با لونتو السياسيين العالم كلو سوا فرنسا سوا في المغرب الدول المتقدمة كل يوم عندهم موقف وانت عاصم تيكون عندهم موقف السياسة فيها المراوغة والمناورة الفكر شي حاجة اللي خالدة شي حاجة اللي ثابتة شي حاجة اللي سامية فيجب التمييز أنا كمفكر سياسي مفكر سياسي شيء حال جان جاك روسو حال ديدرو حال غوز إلى آخره هادو ناس فكروا قالوا التورا ولكن ماشي هما اللي شعلوها جابوا أفكار بحال روسو ليس شي ياسوف رومانسي حالم يكتب بعض الافكار اللي تعطيها التفاؤل وكذا وعلي في عام 90 قام التوتر في 1980 بشكل اخر بالحد القاده ديال الثوره ردوا بحث فاللي كان طلب التمييز ما بين ماشي كنقبطوا شخص وتنفصلوا هذا سياسي هذا فكري دراسة دراسة الفكر شي حاجة اللي تبقى ثابتة ولا بوليتيك بوليتيسيان سي دو جورناليزم يمكنش ندخل حاوت ما يمكن ما ندخلش شكون الأفضل الوزاني ولا الفرسي هذا سؤال لا ما كيتطرحش في المستوى نحن يتكاملان ولكن يختلفان وصديقو على المدة وصديقو على الزمن هو نفسه شخص نفسه ولا الوزاني ولا الفاسي وسيبو في خيمة خيمة وطنية لي زونفون دو لاسيون اللي كتكلم عليهم هالة بيرجي في تونس هنا بعد اي ثورة او تحول ما ولكن ارجو ان يقع تمييز ما بين الفكر السياسي الذي هو شيء يدوم ويرجع الى فلسفة معينة ويرجع الى تصور عميق والسياسة اللي هي كوتيديان شي حاجة جورنالية
شي حاجه اللي كتجدد واللي غير ثابته. تنقلبوا على الثابت والمتحول. الثابت هو الفكر، هو البين الفكري، والمتحول هو السياسه لا بوليتيك بوليتيسيان. و هو غادي يكون سياسي، يكون كاع كل هادشي الهضره كل اللي ملي بديت ملي بديت نكتب تيطري يكون سياسي، يكون سياسي ولكن من داخل الثقافه المغربيه اللي هي الفقه وتطوير الفقه الى له الى له التعامل. النقطة سميتو أخيرة هو ابن خلدون. ابن خلدون تيسميه فيلسوف الإسلام، فيلسوف الإسلام ولا فيلسوف الكبير ولا شي حاجة هكا. ما فهمتش أنا كيفاش دار حتى قبلو صيدو مزيان قال له عصبية وأنت عصبي، راه عصبية جاهلية وكل دابا. إيوا الله يهديك ابن خلدون تيهضر تيفسر تطور الدول وأن العصبية هي الدينامو تاع التطور. هي هفوة ولا هفوة اللي كيوقعوا فيها كلهم المفكرين كلهم كل حصان كله كبر ولكن تيبقى على المفكر السياسي الأصيل. كل كتب ما فيها كما قال الأستاذ الدفاع عن الشريعة مقاصد الشريعة الإسلامية ولا كائنها كتب سياسية بالنسبة لي، بالنسبة لي يبقى يتفق معايا يتفق ولكن خصنا نرجعوا للنصوص. ما أدعوكم إليه هو الرجوع للنصوص. كل كلامي يناقش تيبقى نرجعوا للنصوص المقاصد المكارم النقد الذاتي وشيء سميتو ينشرحون أكثر. وشكرا على حضوركم وتحملكم تسمعونا. شكرا أستاذ حسني وشكرا كما قال على تحملكم لهذا المسافة هذه الزمنية ديال الحديث ديال الكلام. وإلى اللقاء الشهري المقبل إن شاء الله. وشكرا مرة أخرى.